السلام عليكم يا احباب الكرام كيف حالكم وما اخباركم حياكم الله لقد اشتقت اليكم كثيرا كثيرا اليوم سأحدثكم الحديث المسلسل بالرحمة وربما يطلق عليه الحديث المسلسل الأولية سأجيزكم به الآن ولكن صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله أقول بالله التوفيق حدثها حدثنا شيخنا الشيخ شعبان الشعار رضي الله عنه قال قال حدثني جماعة من الشيوخ بأسانيدهم المتصلة إلى سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوسة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول وسلم الرحمون الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قد اجازتكم به وصلى الله عليه على سيدنا يا رسول الله إني أحبكم في الله لا تنسوني من صالح دعائكم والحمد لله رب العالمين